على السيرفيس. طبعا هذول اسمهم ترافيك سيرفيس. بالبداية في عندنا 5 أنواع من السيرفيس. طبعا ما صحيح حطينا هون كلمة ترافيك سيرفيس لأنه في سيرفيس تنعمل لأسباب تانية زي إيش؟ ممكن سيرفي بدنا نروح نشوف وضعية المحرك مثلا، المحرك هل هو بوضعية جيدة ولا لا، ممكن بدنا نروح نشوف مثلا طبيعة الحبال، هي هذا سيرفي، نشوف مثلا أجهزة السلامة اللي موجودة، هل أجهزة السلامة صحيحة ومطابقة للمواصفات، هاي كلها ما بتهمنا احنا هون، هي سيرفيز مهمة طبعا، بس احنا ما بتهمنا هون، احنا هون هدفنا الوحيد السيرفيز اللي بنحكي عنها هون، هي سيرفيز هدفها تعطيني معلومات لغرض الترافيك، أوكي؟ هلا في منهم 3 انواع هم باسنجر ريليتد، باسنجر ريليتد سيرفيس. شو تتوقعوا ايش نوع السيرفي اللي ممكن اعمله؟ ايش احد السيرفيس اللي ممكن نعمله ونحتاجه من ناحيه الترافيك؟ حدد لامدا ارايفل ريت، يعني هو بشكل غير مباشر بنحدد لامدا او بنحدد اي ار. فعندي هون اذا واحد اول واحد راح اسميه اللي هو assessing the passenger demand، واذا بتتذكروا في البدايه اعطينا امثله عليهم. مثلا هذا اول انواع السيرفيس، بدنا نعمل نفهم الباسنجر ديماند. والباسنجر ديماند اذا احنا بنحطه باللغه اللي احنا استعملناها لحد الان، حكينا AR، وكمان حكى طارق قال هناك ممكن اسميه لامدا، ممكن نفكر فيه بالطريقه هاي، ممكن نفكر فيه بالطريقه هاي. الهدف هون اني اعمل اسيسنج للديماند، يعني هون طبعا احنا رايحين على عماره موجوده، انا مش دائما العماره طبعا موجوده عندي، بالحاله هاي موجوده العماره بدي افهم الارايفل ريت فيها، وفي اسباب ليش بعمل هيك. ممكن انا بدي اروح عليها اشوف في عندي مشكله او الارايفل مش صحيح، مثلا انا توقعته شيء وطلع شيء مختلف. اذا هاي احد اهم انواع السيرفيس، بنعمل اسيسنج للباسنجر ديماند، وعاده بدنا نطلع الارايفل ريت، فبدنا نعمل اسيسنج للارايفل ريت تبع الباسنجرز ان ذا بيك 5 مينتس. هلا هذا ممكن نقسمه لثلاث اقسام من هون، ابسط انواعها بس بدنا نلاقي الاي ار. شو بنعمل؟ شو بتوقعوا نعمل لو بدنا نحكي حكي بدون ما نكتبه؟ لو انت بدك تروح الان عماره وتلاقي الاي ار، اول شيء نرجع الاي ار ايش كان هو؟ ديماند ولا سبلاي؟ ديماند مش هيك؟ هو كان الناس اللي موجودين بالعماره قديش بوصلوا، قديش النسبه منهم اللي بوصلوا، اذا بتذكرين التعريف ذا برسنتج اوف باسنجرز ريكويستنج سيرفيس. ريكويستنج سيرفيس ان ذا بيزيست 5 مينتس، مش هيك؟ نعم، كيف ممكن نعمل؟ بس سؤال، هون انا فرض العماره سكنيه صح؟ لا مش شرط، ممكن اليو كيف بدي اجيبها لو العماره خدمات؟ ممتاز، جيد، اوكي، ممتاز ممتاز، بدي الاقي اليو مش هيك؟ شو اليو معناها؟ ايش معنى اليو؟ اذا كان العماره هلا قبل الخدمات ممكن تكون اوفيسز مكاتب، اه؟ اذا كانت مكاتب كيف بدي اعرف انا اليو؟ علي صوتك، ايش؟ عدد اللي بيشتغلوا في المكاتب هاي، عدد اللي بيشتغلوا. هلا ممكن اجي اقول يعني مثلا في مثلا تقرير طلاب عملوا مشروع مادة قبلكم، راحوا على عمارة، فصار يمروا على كل شركة، طبعا هم فكروا من الضمان أو شيء، خاف أصحاب الشركة خافوا، صار يقول مثلا قديش بيشتغلوا بهاي، مثلا هاي الشركة فيها 10، هاي الشركة فيها 13 مثلا، هذا جمعهم كلهم وطلع اليوم. هلا هذه population اسمها nominal population، وهي نقطة مهمة، يعني خلينا نحط هلا هون بين قوسين، في عندي nominal أو design population، بس حتى نجاوب سؤالك هلا في population ثاني. إذا ممكن تكون هاي الديزاين أو النومينال population، أحد الطرق إني أسأل. طريقة ثانية أطلع على الأريا الموجودة، النت أريا. في شيء اسمه نت أريا مش جروس أريا، النت أريا اللي هي مثلا مكاتب وغرف اجتماعات وهي بنعتبرها مش الحمامات والهاي، النت أريا. تطلع بالأمتار المربعة، إذا قسمناها على 10 أو 12 تقريبا تعطيني عدد الناس اللي ممكن يسكنوا بهاي العمارة، اللي ممكن يشتغلوا بهاي العمارة. احنا بنستعمل كلمة يسكن بالمعنى العام تبعها، هي مش ريزيدنشال، اه؟ طب إذا أوتيل؟ واحد
افترض 1.5 لكل غرفه، مثل 1.7 لكل غرفه. اذا عماره سكنيه وفيها شقق والشقق فيهم غرف نوم، غرفه النوم ممكن تقريبا احنا عندنا في بلادنا يمكن نقول 2 تقريبا لغرفه النوم. في بعض دول ثانيه بعتبر 1.5 لغرفه النوم، غرفه يعني عدد الهاي مثلا شقه فيها 3 غرف نوم بعتبر كانه النومينال البوبيليشن تبعتها 6 مثلا او 4 غرف. غرف الاوتيل عاده بنعتبر انه الاعداد اقل، فتقريبا 1.5 تقريبا. هذه اذا احد الطرق حتى الاقيه، لانه احنا بدنا يو. ليش بدنا يو؟ عشان اقسمها واطلع اي ار، مش هيك؟ شو في طريقه ثانيه غير النومينال؟ نومينال ايش يعني؟ اسمي، اسمي يعني يعني هو الرسمي كانه، بس هو مش ممكن ما يكون الفعلي. شو في طريقه ثانيه ممكن اطلع منها يو؟ في عندنا شيء اسمه ممكن حسب الشركات ايش تقدم خدمات، مثلا شركه من الموظفين فقط غير الشركه اللي راح ممكن. ماشي ماشي اوكي، هو تقريبا اسسمنت، هذا بضل اسسمنت ممكن لهذا. بس في طريقه ثانيه فعليه، اذا انا بروح على العماره الصبح اذا كانها عماره شغل اوفيسز وضليت اراقبها تقريبا من 6:30 لتقريبا 9:30 وشفت كل عدد اللي دخلوا كاني احصيت اوبزرفد بوبيليشن. ففي عندنا طريقتين، هاي هون نحط مثلا هاي اي واي اي، ممكن اطلع على اوبزرفد بوبيليشن. Observed يعني عدد الناس اللي دخلوا في هذاك اليوم. طبعا مين راح تكون عادة أقل؟ الأوبزيرفد راح تكون أقل من النومينال. مثلا أنا عمارة مفترض أنه بيشتغل فيها مثلا 500 شخص في هذاك اليوم، في ناس مرضى، في ناس غايبين، في ناس ما إجاش، يمكن يطلع معي 350، فهذا الرقم راح يكون طبعا أقل من هذا الرقم. وإذا أنت عامل السيرفي لازم تكون موضح بالسيرفي تبعك، هل أنت بنيته على الأوبزيرفد ولا بنيته على النومينال؟ اوكي. اذا هذه اول شيء، ابسط نوع من الانواع بنعمل الاي ار، وعاده احنا بنفترض انه الاي ار هو انكمينج ترافيك بنعمله الصبح، يعني معظم الحالات رح نعمله احنا في فتره الهاك اوفيسز مثلا اذا كان اوفيسز. هلا مشكله اذا عندي عماره سكنيه بدي اقرر ايش الوقت اللي اعمل السيرفي فيها، او اذا اوتيل مثلا اوتيل امتى بعمل السيرفي فيه. تشيك اوت احسن، يمكن احسن ابكر تشيك اوت الصبح بكير مع الفطور بنفس الوقت. مش في فترة عندي الناس عمالهم بينزلوا، في ناس بينزل على الفطور وفي ناس يمكن مروح بكير بده يعمل تشيك اوت ويطلع مثلا بده يفطر بالفندق او افطر بكير وطلع. هاي الفترة تقريبا من 7 لتقريبا 9 بتكون فترة هيفي في الاوتيل، يعني فترة التشيك اوت مع فطور. ففي ناس طالعين داخلين بعملها بالفترة هاي، بلاقي الفترة المناسبة اللي فيها بيك. فترة المكاتب مثلا بدي اعملها برضه نفس الشيء من 7:30، كثير من البنوك مثلا بيطلعوا على 8، الدوائر الحكوميه بنعمل بهاي الفتره السيرفر. بس ابسط انواعها بصير اعد دقيقه، وايش بنلاقي؟ ومتذكرين شو استعملنا شيء اسمه الموفينج ويندو. تمام، عملنا الموفينج ويندو، حركناها لقينا البيك 5 مينتس، اخذناها قسمناها على يو اعطتني اي ار. هلا اذا بدنا نطلع لامدا طبعا واضح لامدا سهله، مش هيك؟ نضرب اي ار مره ثانيه في يو بنقسم على 300 بتعطيني لامدا. بس احنا عاده بنروح نعمل سيرفي على اي ار من هون. ايوه تفضل. صحيح، ممتاز ممتاز. هلا احيانا احنا بنحب نعمل اي ار لعماره انبنت، وافرض بدنا نعملها ريفيربشمنت بدنا نجددها، او اجاك شكوى من العماره من صاحب العماره، اجى شكوى قال انه هاي العماره فيها مشكله ما عم تخدمنا الخدمه الصحيحه. تمام، او افرض انت عندك عماره بتشبهها عم تنبني شبيهه جدا فيها الى حد ما، وانت بدك تعرف طبيعه عمل الناس هدول، ممكن تستنتج معلومات من هون حتى تستفيد منها بعماره ثانيه. اوكي، إذن هذه أول نوع من الأنواع أو أول هذا. شو ممكن كمان نطلع؟ AR هذا أبسط إشي، أبسط إشي عن الهاي، بوصف لي جزء منها بس ما بوصف لي طبيعة الديماند اللي بالعمارة. نعم. الويتنج ممكن ممكن، بس قبل هيك هذاك البرفورمانس، بدخل أكثر بالبرفورمانس. أنا بدي أركز هلا على الديماند. الهاندي كاباسيتي سبلاي ممكن نعملها، بس أنا لسه بدي الديماند، بدي أركز على الديماند، طبيعة الديماند AR. بس إيش كمان ممكن يكون مكون؟ كم مدخل فيه؟ تمام اوكي كويس. اذا هاي احد الاشياء بدنا نفهمها هون. عندي طبعا هون عندي نمبر اوف انترنسز، ممكن يكون مش انترنس واحد. بس في شيء ثاني مهم على الديماند، بوصف لي الديماند غير الاي ار. تايب اوف ترافيك. ايش هو؟ تايب اوف ترافيك، الميكس اوف ترافيك. هلا هذا طبعا عمليه معقده بتصير، وهاي كمان بتصير عمليه معقده. لو انت رحت على العماره بدك تعملها سيرفي وفيها تو انترنسز، فيها كار بارك مثلا، والكار بارك باخذ 50 سياره وبدخلوا من طابق الكار بارك البي، وفي ناس بيجوا من الشارع بيكونوا جايين بالباصات او بالمواصلات مثلا او مشي، وبدخلوا من الجي، وكلهم بوصلوا تقريبا من 7:30 ل 8:30. كيف بدك تعمل احصاء للاي ار؟ المفروض الاي ار يتكون
من اللي واصلين على الطابقين. شو بدكم تعملوا؟ بتجيب اثنين بدكم اثنين يكونوا طالبين او تو سيرفيز، بدهم يضبطوا الساعات تبعتهم مع بعض على نفس الساعه مش هيك، بروحوا يوقفوا في المدخل ويتفقوا انهم يبدوا على السبعة ونص، على السبعة ودقيقة، على السبعة وزيرو ثانية، زيرو دقيقة زيرو ثانية، أو سبعة ونص وزيرو ثانية، حتى تكون الثواني سينكرونايز، ضبطوا الساعات تبعتهم مع بعض، بيبدوا بيعملوا سيرفي، بعدين بدخلوا التو فورمز مع بعض. مش هذا أرايفل وهذا أرايفل، سواء كان على البيسمنت، ما دام هم التنين إنكامينج، وهدول الفلورز راح يكونوا البيسمنت والهذا راح يكونوا التنين إنكامينج ترافيك، هاي أصعب بكثير طبعًا. شو يعني الميكس أوف ترافيك؟ افرض إحنا جينا قلنا صاحب العمارة قال ممتاز، الصبح الوضع ممتاز. بس انا عندي فتره الظهر مثلا في مشكله شديده بالعماره هاي، في ناس عمالهم بيدخلوا، في ناس عمالهم بيطلعوا، في ناس بروحوا على الغداء، وفي عندي حركه بين الطوابق وبين هذا بنك مثلا، بنك ماخذ 10 طوابق، والبنك هذا في اجتماعات كثير بتصير فتره الغداء مثلا، قبل فتره الغداء او خلال فتره الغداء مثلا، وعنده ضغط بدنا نعمل سيرفي عليه. كيف بدنا نحاول نفهم الميكس اوف ترافيك؟ بده تعمل ان كار سيرفي، في واحد يدخل يعمل ان كار سيرفي من داخل المصعد، وبده يصير عد عدد الناس اللي بيدخلوا وعدد الناس اللي بيطلعوا، ويعمل تقدير قديش نسبة الانكومينج الى الاوت جوينج الى الانتر فلور، واذا في كمان انتر انترانس نسبتهم. فبدنا نطلع ارايفل وبدنا كمان نطلع انكومينج واوت جوينج وانتر فلور. هاي طبعا صعبة لها، مش سهلة، بدها قوة بشرية هائلة. او ناخذ سامبلز، بنقرر احنا ناخذ مثلا عينه، ناخذ عينه مثلا ما بنقدر نعملها طول الوقت انها تكون بهاي الدقه، بنقول راح ندخل واحد من السيرفيس بده يدخل داخل المصعد لمده مثلا 10 دقائق وضل يشوف حركه المصعد. طبعا احنا عندنا اربع مصاعد، يمكن يكون صعب اني ادخل اربعه يدخلهم في المصاعد ويضلوا طول فتره السيرفي. شو بصير بعد فتره اللي قاعد جوا المصعد؟ بصير معاه غثيان. في بعض الناس، مش كل الناس، طبيعه الناس وطبيعه ال، في ناس ما بتأثر، في ناس بعد فترة بصير عنده غثيان، نوزيا، لأنه من كتر الحركة لها. بس هذا السيرفي، وراح أعطيكم بالتفصيل كيف نعمل هذا السيرفي، كيف بدنا نفكك الترافيك هذا، نعرف إيش الجزء منه إنكومينج، إيش أوتكومينج، إيش إنتر فلور، إيش إنتر إنترنس، ميكس أوف ترافيك. وأعلى درجة لو بدي أخذ بالتفصيل العمارة، بدي أخذها لسه تفصيل أكثر من هيك، كيف ممكن أفصلها أكثر من هيك؟ ممكن أخذ ماتريكس كاملة، أطلع الأو دي ماتريكس كاملة. تذكرين الاودي ماتريكس؟ طبعا هاي صعبه جدا تصير، صعب جدا نعملها مانوال سيرفي. معظم السيرفيز اللي بتنعمل بنعمل عاده هاد وبنعمل جزء من هاد، بندمج هدول التنين. وهذا انا اللي اقتراحي انه تعملوا هذا السيرفيز، بتعملوه الصبح في عماره، تعملوا هذا من هون، بعدين بتاخذوا عينه من هاي بتطلعوا الانكومينج والاوت جوينج والانتر فلور. هذا اول نوع من الانواع اللي هو الاسيسنج ديما.